بعد أن سقي القطيع ماء سار الأخطر باتجاه إحدى الدواب لاستخدامها. كانت مربوطة غير بعيد عن الخيمة. كعادته قام الأخضر بتجهيز دابته لتكون على أهبة الاستعداد لجر عربة حديدية من عجلتين. ثم وضع فوقها كيسين بلاستيكيين يطلق على الواحدة منها محلياً تسمية الشامبري، لينطلق باتجاه مورد الماء في حين كان والده يراقبنا من بعيد. قطعنا نحو 4 كيلومترات قبل أن نصل مورد الماء المتواجد بأحد المستثمرات الفلاحية الخاصة. أين ملأ الكيسين بالماء؟ حاولنا إقناعه بالحديث إلينا غير أنه رفض، ورغم محاولاتنا المتكررة إلا أنها كانت دون جدوى. وفي طريق عودتنا أوقف الأخضر دابته حيث أخبرنا أنها تعودت على شرب الماء بالمكان ذاته. أكملنا طريقنا باتجاه الخيمة حيث أنزل الأخضر الكيسين من على العربة ليرجع دابته إلى مربطها. وعندئذ تم إفراغها داخل خزانات مائية، من بينها هذا الخزان الصغير الذي يتم تغليفه بقطع قماشية تبلل بالماء بعد ذلك ليوضع في منطقة باردة ليكون مصدر لتزويد قاطني الخيمة بالماء البارد خصوصا في فصل الصيف. سرنا باتجاه بلدية دلدول التي تبعد بنحو 60 كيلومترا عن عاصمة ولاية الجلفة. أخبرنا رئيس مجلسها الشعبي البلدي بأن تسميتها تعود إلى أن أحد سكان بلدية دلدول بولاية أدرار قدم إلى المنطقة، حيث سأله أحد سكانها من أي منطقة أتيت، ليجيبه بأنه قدم من بلدية دلدول بولاية أدرار، ومنذ ذلك الحين صارت تسمى دلدول. قطعنا نحو 6 كيلومترات في طريق مهترئ قبل أن نحط رحالنا عند البدو الرحل بمنطقة المدنة. استقبلنا بخيمة شاب تلاتيني حديث عهد بالزواج. كان الاستقبال حارا استحق الشكر عليه. ومرة أخرى قدم لنا طبق رفيس باللبن، بينما كان اللقاء فرصة سانحة لنقل انشغالات عدد من موالي الأغنام الحاضرين. احنا رانا عدنا في معاناة شديدة جدا، ولازمنا برنامج استعجالي خاص بينا اللي على الأقل يدارك اللي راها قعدت، اللي فاتت راها طفرت. الشعير رانا نسكوه مرة في العام، عدنا في كل 12 شهر نسكو سلكة فريدة. تكفيكم؟ ماهيش كافية. 600 غرام للشهر. يعطونا كيلو في العام، كيلو راه ما يكفيش، هي من الواجب يسلكونا كل شهر. الدولة راه يقولوا نتاع الرويس يقولوا راه ما كفناش الموال، راه ياسر وما كفناش الوقت، وحنا يا رانا ما عرفناش لمن مع من دار نتحف. هذا مشكلتنا، هذه اللي رانا نعانوا منها. حنا رانا كي نجوا كيما اليوم ملاقاتنا هذه رانا نتحفوا قاع المشاكل، الجفاف،
حتى الزوايل كيجينا جفاف هذا سنين لبعض بعض ماك حتى الزوايل تمرض نعودوا نداو فيها ونلقوا فيها وما تعود ديما تموت وديما ناقصه وديما ورانا نعانوا راكم تشوفوا رانا في كان جانا البرد نعودوا للبرد كان جانا الحمى للسخانه كان في الصيف الهوايش العقرب اللفعه الماء راك عارف مشكلته كده نجيبوه رانا نجيبوه يتكلفنا كيفاش تجيبوا الماء راكمش هنايا الماء اللي ما عندناش ابار الماء اللي عنده الوسيله تاع النقل يروح يجيبوه بوسيلته واللي ما عندوش راه يشريه بالدراهم وحتى اللي يروح يجيبوه بوسيلته راه يشريه بالدراهم راه يروح باه يسرجي ستين راه يسرجوها له بالدراهم ويجي كي قبيل المشكل نفسه يجيب الماء بالدراهم والشعير بالدراهم. الدولة راها تجيب الفقرة تقرسها، الفقرة الألفية تقرسها، وحنا اللي خلقها رب العالمين يقلوها بالمحراف يعمل لها. ولحسن حظنا كان للشعر نصيب في هاته الجلسة التي جمعت بين بدو رحل يملكون وثائق رسمية. كان الشاعر كما الإعلام يعطي للناس اللي يسمع هذه الكلمة آخر اشتا يروح الآثار وآخر اللي اشتا يروح للشبكة واللي اشتا يروح يقولوا يا عمر عمر فينا قرب ياتيكم ونجر 70 وست بقالك يا عمر الشكيت راح الحال عليك ولا ندري سبالي بها لك. عند الغروب تتبعنا آثار مبارك الذي كان ما يزال يرعى الغنم بالرغم من غروب الشمس. هنا ونعشي هنا وطول النال نولي نصد منا يا سيدي اش نفلي هنا وندور ثاني الدولة تعاوننا تدعمنا بالماتريال وبالماكن عودوا في الصحراء هاك تعود خالية الصحراء الخالية كما اللي ونلاقوا ثاني كيزيد نرفدوه في حجورنا ونقطوه على الريح باه يجمل روحو كي ندوه نولو نكعوه باه يكبر ويترفد نضحي بها ونولي نديها تحبس ونزيد نخرجها هنا تعشي ونولي نروح نعلفها ونزيد ندخل. ظل مبارك يرعى أغنامه قبل أن يعود بالقطيع في ظلام دامس. في غضون ذلك كانت النسوة قد اتخذن من الخيمة مكانا لتبادل أطراف الحديد بالمحاذاة من موقد ناري يضفي على المكان دفئا، بينما كانت الخيمة مضاءة باستعمال مولد كهربائي اقتنته العائلة بمبلغ يفوق 2 مليون سنتيم. لتنتقل النسوة إلى غرفة إسمنتية بمحاذاة الخيمة أين كانت لنا دردشة معهن. ونبنوا الخيمة وجينا نحربوها والجيل المعيز نحلبوها ونروبوها في الشكاول ونمخضوها في الليل ونصبحوا نارح وكي قبيل ونشقلوا الصوف يزوجوا النار قدم ونشقلوه ونقصوه ونسدوه ندروه في الجاء وننجوه ونخيطوه. بعيد ذلك دخلنا الخيمة إن تناولنا الشاي والقهوة بجوار الموقد الناري الحطبي. كانت فرصة للتعرف أكثر على ما يميز البدو الرحل عن غيرهم من سكان الحضر. النار هذه عندنا محسوب نديروها كيعود الحال بارد هكذاك نسخنوا بها كما انتم عندكم الفورني في وقت نرقدوا الوقت ما عندناش وقت لانه العبد يعود اذا نرقد يعود خايف على القلم تروح ولا كما نقولوا ذيب يجي يدوي القلم تروح يلزم دائما الاستعداد في الحراسه على القلم كده يجي سارق والكلب هذا اللي راه ينبح كي تسمع حيه ولا حيه يبدر ينبح احنا ننبهو نوضو نعسو في العس. حكى لنا مبارك الشاب المرح واخو الحاج قويدر عن يومياته، لكنه فاجانا عند الحديث اليه بما لم نتوقعه اطلاقا. سجع القلم أنا خدمتي القلم أنا
نار القلم ما نخطيهاش، البلوطه كي نشوفها يوجعني قلبي، كرعه هي يرقدو كي نشوف اخر يلعب بي. والو والو اللي يذكرها لي نبعد وكاع. خاطيك الرياضه. والو والو عاد عاد. انا نحب القصبه والبندير لا نفحت ولا ما نفحتش القلم. كان اللقاء مناسبا ليحدثنا مستضيفون عن تنقلاتهم بين مختلف الولايات، وحتى وإن كانت البوادي موطن حلهم وترحالهم، إلا أنهم وقفوا عند حيثية غلاء أسعار الماشية في الأسواق. نعرف بشار، نعرف كما تقولت، نعرف تيارت، نعرف تيسمسيلت، هذو عرفتهم في التناقل نتاعنا بال، وحنا نحولوا في القلم، نحاول نتحولوا من بلاصه لبلاصه، نكروا فيها الاراضي هذيك ونحولوا لها القلم. جينا هنايا كنا في جهه البيض، وجينا يا سيدي شهبطنا تحت كما راها الصحراء، ومن الصحراء كرينا هذا المنطقة هذه، كريناها نكملوا ثاني الكلام تاعهم، نزيدوا نتحولوا ثاني البلاصة. التاجر حنايا راه يشري علينا بزوج ملايين وربعمية ألف حتى بزوج ملايين وميتين، ويروح يطلع يهبطها يمشيها مع الأسواق يبيعها بخمس ملايين. يشوفوا يقولوا هذاك التاجر، يقولوا هذا المول راه يبيع بخمس ملايين. معناتها احنا رانا من الأحسن كي نبيعوا نبيعوا الخروف المخير نبيعوه بزوج وربعمية ما يفوتهاش. استمرت جلستنا الصحراوية داخل الخيمة إلى ساعة متأخرة من الليل، وتلك هي عادة البدو الرحل قبل أن نخلد للنوم بعد غلق مدخل الخيمة الأمامي وإطفاء الأضواء. فجر اليوم الموالي استيقظنا باكرا، كان الجو باردا رافقه هبوب الرياح. تنقلنا إلى خيمة مبارك التي تحتوي على أغطية وأفرشة عصرية جديدة، فقد كان مالكها حديث عهد بالزواج. شيئا فشيئا كانت أشعة الشمس تطرد ظلام الصحراء، بينما تنهمك إحدى النساء بعد عجن الدقيق في تحضير أكلة المسمن على موقد غازي على غرار القهوة والحليب داخل غرفة بسيطة، بساطة العيش في الصحراء. هنا بمنطقة المدنة ببلدية دلدول بولاية الجلفة، ورغم قساوة الطبيعة إلا أن يوميات البدو الرحل تبدأ هكذا كل يوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نهار جديد. في هذا اليوم وبالرغم من سوء الأحوال الجوية، إلا أن يوميات البدو الرحل تتماثل كأنما تتشابه عندهم الأيام بتغير الفصول. من قبل كانت كعود جو هذه نوردوها صباح صباح تور تقلب وتروح تفلع، بصح اليوم كعاد الجو هاك بارد الحال نردوها على الماء ما تشربش، لا قبال ما تشربش حتى، ونطبوها الماء ما تشربش، نحوسوها بركة تروح تسرح كي يهدى شوية الجو ونرجعوها للماء. لسقي ماشيته اقتنى الحاج قويضر مضخة لاستخراج الماء من البئر الذي تصب مياهه بمنطقة منخفضة مجاورة للخيمة. هذا شارينه بواحد 26 مليون هذا الجروب، نخرجوا به الماء نخرجوه للزوايل باه تشرب برا كما راك تشوف السد هذاك. على قبال احنا التريسيتي ما كانش، لا طاقة لا باه لازم نشرو الجروب هذا نتحملوا عليه باه نجبدوا اللي راه جابد الماء
نخرج به الماء من نقص الضعف اللي راه التريسيتي ما كانش. اللي قلنا طاقة سمشية وتقلنا أحوال اللي تعالجنا هذا كما هذا الحوض هذا اللي دايرين الماء. نطالبوا الدولة تعطي للموال أحوال كما كنت نقول لك الجروب قبيل يتحول لهم على المقلم كما نقولوا راح تنقل من البلاصة ويعود فيها الماء وموش قادر به يطلع الماء يعود عدو الجروب يدير لها واحد الحوض كما هذا ويطلق لها الماء. كما كان لتعليم أبناء البدو الرحل جانبا من الحديث الأولاد راهم ندوهم للبلاد يروحوا يقراوا وما نشوفوهم حتى لوين تجي العطلة الصيفية العطلة نتاع الصيف هذاك وين نشوف واللي ما يقدرش ما يقرهمش ما عادوش كيفاش يدير علاش حما كيفاش يدير الأولاد لازمهم ثاني لازم يكون قريب للبلاد لازم ولا كان يضيع القلم يسمح في القلم ويقري الأولاد والله لازم حاجة يتنازل عليها. قبل رحيلنا حل بخيمة الحاج قويدر ضيوف آخرون كان هو في استقبالهم ودعنا الحاج قويدر وعائلته باتجاه منطقة الدورة بقرية القريضة ببلدية دلدول للوقوف على عملية قص صوف الغنم المعروفة بالجز. استوقفتنا بناية قديمة قيل لنا أنها مستودع تم إنجازه في إطار الثورة الزراعية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين ليستفيد منه الموالون غير أنه لم يستعمل منذ سنوات. قطعنا نحو 15 كيلومتر قبل أن نصل إلى بادية قرية القريطة أين كان عدد من الرجال يقومون بعملية جز الأغنام العملية التي تستعمل فيها مقصات خاصة. اليوم هذا الدزاز رانا نزجوا فيها ونروحوا ندوا صوف نبيعوه وكما راك تشوف فيها نقوها من هذا الصوف اللي راه كاين وهذا اللي سخبوا الدواء ونداووها ونقوموا به كل عام تزجج فكوها من هذا الصوف هذا اللي راك تشوف فيه تريح منه الخطر يحرقها الى جهه السخانه تحرق الزوايا نحفولها من العام للعام نحولها الصويفه هذه كنا نبيعوها ودرك عاد تسمى لا بيع لا عادوا ما يشروش علينا صوف ما يشروش عاد ما يشراش موش ماشي طيب راه زين راه مناظر ويزيد في غضون ذلك كان الرجال يرددون أذكارا بينما يقومون بقص صوف الأغنام سامعين هذا الخط صاحب اللي ما فينا يشفع ويفكنا. كما يقومون بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم دبر الانتهاء من قص صوف كل واحدة منها كانت العملية شبيهة بخلايا النحل. هناك من يستقدم رؤوس الأغنام من القطيع وآخر يقوم بربط أرجلها بينما ينهمك آخرون في قص صوفها ليقدموها لآخر يقوم بغسلها في مكان محدد قبل أن يميزها بختم باستعمال دهن ملون كما يتم جمع الصوف بطريقة خاصة.
وتواصلت العملية مع سن المقصات من حين لآخر. كانت فرصة لنقل انشغالات الموالين بالمنطقة أيضا. احنا مطالبين من الدولة لو كانت تعاوننا في العلف نتاعها تعطينا، احنا راه تعطينا سلكة في العام، سلكة في العام وش دير؟ عندنا كيما نقول النعجة عندها راه نعطوا لها في 700 800 غرام، يعطوا لكم ليها رطل مرة في العام في الشهر، و11 شهر هذيك دائما احنا نعاركوا فيه. ما قدرنا نلهاش، ما راها عاد تروح علينا من هذه الطريقة. عاد الزويل تروح علينا من هذه الطريقة، عندنا ما لقيناش باه نعاونوها. وكعادة البدوي الرحل، فقد أكرمنا السيد الطيب بتناول طبق رفيس في غرفة مجاورة لمكان تواجد قطيعه. كان طبقا لذيذا استحق شكرا على تقديمه. كانت الدورة بقرية القريضة ببلدية دلدول آخر محطاتنا البدوية بولاية الجلفة، حيث تعرفنا فيها على القليل من خبايا حياة البدو الرحل. ودعنا بلدية دلدول وبالخاصة بواديها، وفي طريق العودة إلى مدينة الجلفة استوقفنا معلم تذكاري تاريخي بمنطقة بيت صالح التي ما تزال شاهدة على بطولات مجاهدي حرب التحرير المظفرة. يا بيت صالح جاتني عنك الأخبار، نزه قلبي كي صحت أخبارك، تلاقت في كسب وعو الكفار، ساح الخضري بينهم شعلة نارك، تلقى لا ليجو في شعبه يصفار، شهد ولا موت يا خادع جارك.